Colombia. ومساكم الله بألف خير يا أحلى متابعين. زي ما وعدتكم أمس أني بفتح اللايف وعرفكم على زكرت الاستراحة. هلا بزكرت عامر ناظر. هلا بالعيال. ها في أحد يتحدى؟ أبد. حياكم. الفحص شارع القلم استراحة رقم 3. وهذا كفتة. كفتة بالكفاتي. وهذا شكش. فقي لا تصور شيل. ما عليك من ذا نفسية. شوفوا لنا أي موضوع نفتحه ونسولف فيه. يا ابو سيب الجوال يا عيال. الحجز على جده كله فل عطى. وابغى واحد منكم كده يخاويني بسيارتي، ولو مني احلى وجبه قنفري. ما في عرض اقوى. اصل القنفري موجود بالرياض. شكوش ترى احتمال كبير اخاويك، بس بشوف وضعي واعلمك. وربي هذا كفو. اما كفو، اهم شيء لا يتميلح عليك بالخط. عامر برستهبال. يتميلح ما يتميلح اطلع منها، اهم شيء الكفو معايا. لا يا شيخ، علشان ابي اخويك ها؟ ولا كان طقطقت عليه؟ لا يا ابويا انا قاعد اقول حق. طب وش رايك؟ اخويك انا وكفته ونطقطق على ياسر. يا عيال حط على التلفزيون بسرعه. اقول خليك باللايف بس. يا ابوي حط على التلفزيون بسرعه، في شيء صاير. طيب طيب خلاص. وما زال البحث حول ماهية الأمر الحاصل، وأكثر الشكوك تقول بأنه فيروس أصاب هذا الحيوان مما أدى إلى توحشه. وحذرت وزارة البيئة من الاقتراب من هذه القرية حرصاً على سلامتكم. من موقع الحدث متعب العنزي طريق مكة المكرمة. يا ابوي ما صار الشيء ده إلا وأنا رايح على جدة. جوالات هذه باخذها وكسرها بابوسكم. قاعدين لا شاهي لا قهوة لا شيء. يبا صاير شيء أنت ما تدري عنه. خير؟ يقولون إن صاير شيء بطريق مكة. وش صاير؟ حيوان غريب يفترس الناس. لا يما هذا فيروس منتشر. هذا كله خلطي. يا هلا والله ومسهلا. اتحداك العائله البطله. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. ابى اروح الاستراحه يبا، تأمني بشيء؟ سلامتك حفظك الله. يما الطريق يخوف، الدنيا مقلوبه وانت تبي تطلع؟ تقصدين اللي في طريق مكه؟ ايه. استراحتنا بطريق الدمام وهذه بطريق مكه، وحنا بندخل استراحه بنسكر الباب. المشكله في الطريق. اخاف يجيك الفيروس وتعدينا. اوه صح. طب خلاص وانا راجع اركب كمامه. سخيف. لا يا شيخة بعد إذنكم. استودعتك الله يا ولدي، الله يحفظك. هلا ياسر. هلا عامر. سبحان الله توني بدق عليك، لا يفوتك شكش على اللايف الحين. أما عاد شكش باللايف وانت معاه؟ لا ماني بمعه، انشغلت شوي ولا مداني أروح معه. طيب تجي الاستراحة؟ إيه هي أكيد شويات وجاي إن شاء الله. خلاص حياك انتظرك، مع السلامة. يا كفتة كفتة تعال شوف شكش باللايف. يا عامر اتحداك يا اللايف البطل. هلا هلا يا مرحبا بالمتابعين الجدد، حياكم الله منورين اللايف حق شكش ابويا. وعلى جدة شكش لايف. على جدة يلا وديني يا هو لجدة وديني يا ليلا لا لا يا لا 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 يا ليلا لا هيلي يا لا يا لا لا لا. تصل بالسلامة يا الخوي. أوف أوف أوف. لا حول. لما وقفتها في السيارة شكل كفر بنشر يا عيال. والله مرة مو وقته. لا حول. اللي ينكد علينا ذا الكفر. هذا الكفر اللي نكد علينا ما في الا نضبطه. اقول اسمع دقائق عيال بس نضبطه. حط حط مفتاح العجل واطلع برجلك فوقه. شكوش 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 شوف اللي وراك. شكوش اضبطه اصبر يا شكوش شوف اللي وراك. شكوش اقول يلا مشينا يلا
ها ياسر بشر وش سويت؟ ما ماسك الطريق وجايكم. طيب يلا يلا مع السلامة. يا عيال بسرعة الحقوني، ترى ما صدقت اشرد وهندستنا بسرعة. خمس دقايق يا شكو ايش حنا عندك؟ يا عيال إذا جيتوا لقيتوني ميت بالله تصدقوا عني. وش ذا كفته؟ اتصل على الشرطه، اتصل على الشرطه. ايوه ايوه. شكوش 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 شكوش، دق على جواله. هذا دم شكوش، على كيفك انت؟ هذا مو بدم اصلا. الا والله دم حقيقي. ايش فيك انت؟ انتم اللي بلغتوا؟ ايه حنا اللي بلغنا طال عمرك. هذول يا اخوي انا كانوا مسوين فينا مقلب. يعني ما فيه الا انتم بس اللي قال زومبي؟ العذر والسموح الله يطول عمرك، بس انا كنت لابس القناع ابغى اخوفهم، بس ما توقعت والله انهم بيبلغون. هذا ازعاج على السلطات، والمنطقه هذه محظوره نوعا ما. امسحها بوجهنا طال عمرك، هذا خوينا اهله تعبانين ولازم يروح الجده. اللي اهله تعبانين يسوي المقالب هذه؟ على كل حال البلاغ موجود في القسم. ولازم تروحون معنا للقسم علشان تقفلون البلاغ، ويؤخذ عليكم تعهد بعدم تكرار هذا. سم طال عمرك. يلا انصرف. ها عاجبكم الحين؟ اخرتها اقسام. يا رجال ما دريت انك خواف زيك تروح تبلغ الدوريات يا خواف. لا يا شيخ اقول اسكت بس الحين. اهدوا يا عيال، خلاص بما انكم قطعتوا نص المسافه، ايش رايكم تخون على جده؟ طب وسيارتي؟ نوقفها بالمحطة. يلا مشينا. على جده يلا وديني يا هو، وديني على جده يا لا 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 لا. رد ورانا يا هو. يا هو خلاص تراكم مقفلينها معي انتوا يا معنا كمنا. شكوش اول محطة تشوفها على دربك وقف عندها. ايه وقف
خلنا نصلي المغرب ونجمعها مع العشاء، ما صلينا. على جدة يا وديني يهو. ايه خلاص ما في احد. شكلك لسه خايف من المقلب. تستهبل انت وجهك، شوف المحطه مهجوره، خلي ما في احد. طيب عيال وش رايكم ننزل نتوضى ونصلي وبعدها نحرك؟ انا متوضي. اجل اسمع، حنا بنروح نتوضى وانت راح شوف مكان المسجد. يا كفته كفته، ما هو؟ يلا قم الصلاه يلا. يا حركاتك يا شكش ما تبطلها. ايش الهرجة؟ متأكد انهم نفسهم؟ طيب يعطيك الف عافية. شكرا شكرا. شفتوا يا جماعة الخير عيالكم وش مسوين؟ مبلغين بلاغ وفي الأخير طلع استهبال في استهبال، وتم تنبيههم على ذلك. والله أعلم ان اللي يسوون فيكم الآن ان استهبال في استهبال. عجيب والله، عيالنا يستهبلون. دقوا علينا وهم مرعوبين، صوتهم كانوا خايفين ترى. يا جماعة الخير عيالكم ما تعرفونه؟ تبغاني اتصل واطلب لك التسجيل وتسمعونه بانفسكم الان؟ كله منك انت ومقلبك الغبي يا فقي. اقسم بالله يا شكوش انه مو بوقتك، بعدين ترى انت اللي قلت خلنا نسوي فيهم مقلب. اذكر الله يا عيال، الحين لا اهالينا مصدقيننا ولا الشرطه مصدقتنا، لازم نطلع من هذا المكان بسرعة. وقت لا 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 نسينا. ياسر انت اسرع واحد فينا. ايش قصدك؟ عندي خطة. الحمد لله ربك ستر. ياسر البطل برافو عليك وفداك القزازة. تستهبل انت وجهك، انا اللي جبت الخطة. اقول لك اهم شيء التنفيذ. اهم شيء انه ما جاء شيء ولا لا ياسر؟ وش ذا يا ياسر؟ ايش فيه؟ يا ولد يكون عفو. وقف يا شكوش. وقف وقف شكوش وقف. دفع يلا افا بسرعة ادعس. يا عيال يا عيال ما لها داعي نسحب على خوينا. ياسر خلاص انساه، ياسر بح، ياسر صار زومبي. يا
يا عيال الواحد لازم يوقف مع خويه الى اخر المشوار. طيب كيف نجيبه معنا؟ انا عندي خطه يا ابوي. اسري لك انت وخططك هذه، كل شويه عندي خطه عندي خطه. اقول اسكت بس، لولا خطتي كان ما نجيت من الزومبي. أنت يا ولد حياك الله يا طرقي. الله حييك. وش اللي في السيارة هنا؟ عامر سمي عمر، وش عندكم يخربش الشنطة هنا؟ ما في شيء ما في شيء. أقول وش اللي في الشنطة؟ وش هو؟ زومبي. مش قلت؟ يلا مشينا. وين؟ وين مدير أنت؟ يا ابوي ايه وين داخل في الحوش انت؟ يا عيال ياسر ما اكل، الواد لازم ياكل يمكن يموت علينا. تقصد الغنم؟ ايوه يا ابوي الغنم. اجل بما انك انت صاحب الفكره يلا راح ننزل ياسر. افتح يا عامر. اهدى 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 بناكلك اهدى يا وجه الله. هذا شو هذا؟ انت تاني؟ هذا خوينا، لا تطلق النار لا تطلق. يا ابوي هذا مجنون ما عنده عقل. تكفى نفذ خشمك، لا تطلق النار. خلاص انا ما بطالق، بس طلعوه من الحوش الحين. عامر شو عملي؟ واخر عنا واخر، ابعد بعيد. يا عيال وش وضع الزومبيين اللي في المحطة؟ خيف علينا يا ابوي، فجأة قال لك تحين عليهم؟ ايه اتكلم بجد انا ما استهبل. يا اخي شيخ فكنا. وش اللي فكنا؟ يا عيال هذا فايروس، ان قدروا يعضون احد بيقلب زي ياسر، ايش فيكم؟ يا ابوي كلامك جدا سليم متفقين عليه، بس دحين كيف نمسكهم؟ يبغى احد يساعدنا. والله انك صادق يا شكوش، من يساعدنا؟ انا. بس دحين ايش نسوي؟ ندق على الشرطة. ما راح يصدقون. راح يصدقوننا. يعطيكم العافية يا شباب. هذول بس اللي شفتوهم؟ ايه بس هذول. ما قصرتم، انقذتم مئات الارواح. شكرا على حرصكم. سلام عليكم. وعليكم السلام. عطى بدر عليك تفوز.